أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم نجح في التأهل رسميا لأولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على غينيا بنتيجة 1-0. أحرز الهدف محمد شحاتة في الدقيقة 8. كمان حصد حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي على أفضل لاعب في المباراة، وده بعد تألقه الكبير امبارح أمام منتخب غينيا. ومحمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون التركي حرص على تهنئة منتخب مصر الأولمبي بعد التأهل للأولمبياد والفوز على غينيا، وعلق تريزيجيه على صفحته: مبروك لمنتخب مصر الأولمبي التأهل لأولمبياد باريس 2024، رجالة شرفتونا وإن شاء الله ترجعوا بالكاس. منتخب المغرب اتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لمواجهة منتخبنا المصري، وده بعد ما فاز على منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في نصف نهائي والمؤهلة لأولمبياد باريس. فريق إم بي اتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة من 7 سنين بعد الفوز على النجوم بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد بتروسبورت. فريق الزمالك اتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز الكبير اللي حققه على حساب نظيره المقاولين العرب بنتيجة 6-1، ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة الكأس. حسام حسن مهاجم نادي سموحة حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم. ونادي فاركو أعلن تعيين برونو روماو مدير فني لفريق الكرة خلفاً لطارق العشري، ووجه مجلس الإدارة الشكر لطارق العشري على الفترة اللي قاد فيها الفريق، وسيعمل المدير الفني الجديد حتى نهاية الموسم. نادي بوليفار البوليفي أعلن امبارح عودة البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب النادي الأهلي لصفوفه، ونشر نادي بوليفار عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر صورة للاعب بقميص النادي معلنا عودة سافيو إلى صفوف الفريق مرة أخرى. خلصت نشرتنا الرياضية، ولكن عندنا مزيد من التحليل الرياضي مع زملائي هنا في الاستوديو عبد الصمد ومنا، اتفضلوا. شكرا لك يا هالة.